متناه في الصغر وواضح المعالم، هكذا هو النمط الذي تتصف به تصاميم بيتر شميت المعاصرة. سواء تعلق الأمر بعطور راقية أو معدة لكل المناسبات، فالمصمم بيتر شميت ينجح دائماً في الارتقاء بمنتجاته إلى أفضل المستويات. يعد بيتر شميت منذ عقود من أبرز نجوم فن التصميم الألمان، وقد حصد العديد من الجوائز، آخرها تكريمه بعضوية هول أوف فيم، أي منتدى مشاهير صناعة الدعاية الألمانية، ما أدخل المسرة إلى قلبه. لم أحتفظ يوما ما بجائزة، لأنه يتعين على الشخص الذي تقدم به السن المحافظة على نضارته بدلا من إثقال نفسه بالجوائز. هذا الموقف يناسب فريق الشباب المحيط بمرسم هذا الفنان المتقدم في السن بمدينة هامبورغ. أراد أن يتقاعد قبل بضع سنوات وباع مشغله، لكنه وصل بعدها المسيرة بمعية فريق صغير، لأن الطوق إلى الإبداع كان أقوى من أي واعز آخر لديه. وهكذا بدأ بالعمل عام 2006 بالخسف، وقد توجت إنجازاته بعدة جوائز من بينها جائزة ريد دوت ديزاين، وهو يشعر بمتعة خاصة عندما يتمكن من تحقيق ما يطمح إليه. ساعدتني هذه المشاريع على تعلم المزيد وتطوير قدراتي، فلعبت دورا هاما في حياتي. طبقت ذلك على الورق وعملت بمواد أخرى أيضا، وأكبر صعوبة واجهتني هي كيفية استيعاب مادة البلاستيك والتعامل معها. ولد بيتر شميت عام 37، وهو متخرج من معهد الفنون الجميلة في كاسل، ويؤكد أنه لا يزال حتى اليوم يطبق ما تعلمه هناك، إذ يبادر دائما برسم أفكاره الأولية على الورق قبل أن يطورها إلى تصاميم ناجحة. تبدأ العملية بفكرة بسيطة، فيتم التعمق فيها، ثم تنقلها اليد إلى الورقة بواسطة القلم. إنها بالطبع طريقة تقليدية. صمم حتى الآن ما لا يقل عن 100 زجاجة عطر، وأشهرها الزجاجة التي صممها خصيصاً لجيل ساندر، وهي مصممة أزياء كلاسيكية تصميمها معروضة في متحف ميوزيوم أوف مودرن آرت بنيويورك. لم يعد المستهلكون يستطيعون استيعاب أبسط المؤشرات وهم محقون في ذلك، فالإكثار من العلامات بهدف الترويج لها يقتل روح الرغبة في الشراء. شقة بيتر شميت في هامبورغ تنم عن ولعه بجمع تحف من شتى أنحاء العالم، فهو يكثر من الأسفار إلى البلدان البعيدة لاستيحاء أفكار جديدة من ثقافاتها. رغبة المصمم بيتر شميت لا تعرف حواجزاً، فهو ينجز التصاميم سواء تعلق الأمر بشعارات تخص المؤسسات العامة كالجيش مثلاً، أو بملصقات تتعلق بتنظيم يوم الكنيسة الإنجيلية، وصولاً إلى تصميم المشاهد المسرحية وغيرها. آخر منصة قام بتصميمها هي منصة مسرح هامبورغ التي شكلها من أحرف كبيرة، وهو معروف أنه يأخذ القلم ويعدل أي موضع يبدو له غير مكتمل حتى لو كان بعيداً عن عين المشاهد. أعتقد أنني صححت الخطأ الآن. وهكذا يتخذ المصمم بيتر شميت من المسارح مرتعاً لإبداعاته. يجب التفكير وفقاً لاستراتيجية محكمة نظراً لضيق الوقت، فقد اقترب موعد البروفا وكذلك موعد العرض، وكل إخفاق صغير يؤدي إلى كارثة. هناك ضغط كبير في مجال المسرح، بينما تصميم زجاجات العطور يختلف، فبإمكانك كسب المزيد من الوقت، أما في المسرح فلا مجال للتأخير. الفنان بيتر شميت مصمم بارع يتنقل بين عوالم مختلفة، فتارة نراه في قطاع الدعاية وطورا في تصميم المسرح.